الحمد لله احنا جينا عازمين على اساس اننا نحققوا 3 ديال النقاط ونزيدوا في السبوره الترتيب. كيف ماشي كنا ند النيد لفريق اللي هو بطل المغرب وبطل افريقيا، كنتمنوا ان شاء الله في باقي المقابلات ان شاء الله نحصدوا النقاط اللي تخلينا نلعبوا باريحيه في نهايه الموسم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله هادشي اللي كنخدموا عليه طيله هاد الاسابيع اللي كنا فيها، ان شاء الله اننا نزيدوا في المستوى ديالنا، والطموحات ديال الفريق اللي هي كبيره ان شاء الله غادي نوعدوا ان شاء الله باننا غادي نبقاو في القسم الاول ان شاء الله، وتكون شي نتائج ايجابيه ان شاء الله. وكنبغي نشكر اللعاب على المقابله اللي داروا قتاليه، كيف ماشي المستوى ديالهم طلع، راه ماشي 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 زعما الفرقه اللي تحصد النقاط ان شاء الله من القدام، وغيكون خير ان شاء الله. مقابلات ديال الدار البيضاء لا سوا الرجاء للوداد يعني كيكونوا مقابلات كبيره. كنظن ان قدمنا واحد الكره اللي جميله في مركب محمد الخامس، ماشي بالسهل انك تسجل هدفين على فريق الوداد الرياضي. كنظن ان سورتو مع لو ديكليك ديال لونترينور الجديد، يعني كانوا داخلين باغيين يديروا واحد النتيجه ايجابيه. حنا كنا بغينا نحققوا واحد النتيجه اللي رجعوا بها المدينة تقريبا، بغات تكون شي نتيجه ايجابيه. ما جابش الله. دابا غنساو هاد المقابله، عندنا مقابله مهمه نهار الاحد مع فريق شباب رياض السامي. نساو هاد المقابله ونفكروا لها من اليوم ان شاء الله. كنظن اول مره غنواجه الوداد في مركب محمد الخامس وانا ضد الفريق ديالي كيف كيعرف الجميع. الحمد لله الجمهور كيبقى في القلب، كيبقى في الذاكره الرحيم، وواحد الاحساس اللي كان زوين.